السلام عليكم. أولا يعني أحيي أسرة يعني مخبر الشعرية على هذه المبادرة من خلال يعني إقامة يعني ملتقى حول الأستاذ المبدع الأستاذ الراحل صالح المباركية، وهذه يعني نقدر نقول أنها تدخل في إطار يعني ثقافة الاعتراف التي تميز هذا القسم. يعني أمس مثلا حضرنا لأطروح الدكتوراة حول أعمال يعني الروائي المبدع معمر حجاج، وقبل ذلك أطروح الدكتوراة حول يعني الشاعر الكبير عبد العشي. على كل حال الشيء الإيجابي في الذي نقف على سيرته ومسيرة صالح المباركية هو أنه من جهة أكاديمي ومن جهة مبدع، يعني له الأثر الطيب في الجامعة وكذلك له الأثر الطيب في سماء المسرح الجزائري، وهو الذي وقفنا عليه في عدة مناسبات. يعني عرفناه كأستاذ جامعي وعرفناه في قرن الإطار المسرحي من بين ذلك في نهاية التسعينات من خلال النسخة الأولى حول المسرح الجامعي الذي أقيم هنا في بلادنا، وكذلك من خلاله عرفنا صداه وثقله على المستوى الوطني من خلال حضور مسرحيين آنذاك وأكاديميين من العاصمة وابن عباس ووهران وغير ذلك. يعني نقولوا بلي أنه شخصية وطنية إبداعية بامتياز. أنا ربما الشيء اللي بغيت نركز عليه في هذه الكلمة هو أنه ربما إذا كان عنده له مازال مخطوطات يعني ترى طريقه نحو النشر، بدليل انه مثلا الملتقى اليوم الذي اقيم بناء على اثاره وعلى مجازيه على بناء على هو مشهور، وبالتالي اي شخص ولا اي شخصيه تكون حيه تبقى حيه من خلال ما تتركه من اثر مكتوب ولا مسموع او مرئي وغير ذلك. يعني اتمنى بهذه المناسبه جميع الجهات الفاعله اذا كانت هناك ربما مخطوطات لم ترق طريقة عن البشر سواء من أعمال مسرحية أو أعمال أكاديمية أن يتم إعادة النظر فيها حتى ترى طريقة عن البشر. وشكرا جزيلا.